السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو everybody، النهاردة هنبدأ منهج الترم الثاني، second term of primary one، الصف الأول الابتدائي connect one. طبعا هناخد unit 10. its title she's an engineer. she's an engineer يعني هي تكون مهندسة. من خلال التايتل ده او العنوان هعرف اكيد انا هاخد ايه. انا هاخد المهن. ايه هي المهن او الوظائف؟ الوظائف دي هي اللي الناس بتشتغلها، يعني الناس بيشتغلوا دكتور، ممكن نشتغل مهندس، عايز تبقى ايه ما تكبر تقول ايه رجل شرطة. يبقى دي المهن او الوظائف اللي احنا عايزين نكونها لما نكبر في المستقبل، او اللي بابا وماما بيشتغلوها او اللي اخواتي بيشتغلوها. Let's start to know some jobs. بعض الوظائف: teacher مدرس او مدرسة، teacher مدرس او مدرسة، teacher طبيب اسنان، dentist طبيب اسنان، dentist طبيب اسنان، dentist رجل الاطفاء، firefighter رجل الاطفاء، firefighter مهندس، engineer مهندس، engineer جندي، soldier جندي، soldier طبيب، دكتور طبيب، دكتور طبيب بيطري، vet طبيب بيطري، vet طبعا ده المذكر او المؤنث. police officer ضابط شرطة، police officer ضابط شرطة. again teacher ريبيت افتر مي حلوين، teacher ريبيت افتر مي قولي ورايا، teacher طبيب اسنان، dentist dentist رجل الاطفاء، firefighter رجل الاطفاء، firefighter مهندس، engineer مهندس، engineer جندي، soldier جندي، soldier جندي، soldier جندي، soldier طبيب، دكتور طبيب، دكتور طبيب، دكتور طبيب، دكتور طبيب بيطري، vet طبيب بيطري، vet طبيب بيطري، vet طبيب بيطري، ضابط الشرطة، ضابط الشرطة police officer ضابط الشرطة، police officer ضابط الشرطة، police officer تمام، excellent. طبعا كلنا عارفين الضمائر الشخصية ان هو he وهي she، هو هي وهي شي. طبعا المذكر نقول عليه هي، والمؤنث نقول عليه ايه شي. انا اي، انا اي، انا اي، وهو هي، هو هي، وهي شي، هي شي. والهي والشي بياخدوا از، بياخدوا فيرب تو بي ايه از، يعني هي تكون او هو يكون. يعني هو يكون مهندس، هي از ان انجينير، هي تكون مدرسة، she is a teacher، واختصارها تشيز، بشيل الاي واحط ابوستروف اس. هنا السؤال، هنا ما اجي اقول لك ايه ماذا هو يعمل او ماذا انت تعمل. what do you do، what do you do، I am a doctor، what do you do، I am a nurse، what do you do، I am a police officer، او what does he do، what does he do عشان بسأل عليه هو الغائب، what does he do، ماذا هو يعمل. He is an engineer. He is a teacher. He is a vet. What does she do? What does she do? يعني ماذا هي تفعل. She is a doctor. She is a vet. She is a dentist. يبقى she. طالما سألت بشي الإجابة فيها she. بسأل عنها هي. لو السؤال فيه يبقى الإجابة فيها he. طب عايز اسالك بقى، انت عايز تكون ايه لما تكبر، او عايزه تكوني ايه لما تكبري؟ what do you want to do، 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 ماذا تريد ان تصبح او تكون. في طريقتين، يا اما اقول what do you want to do، او what do you want to be، what do you want to be، what do you want to be يعني ماذا تريد ان تكون. I want to be a doctor، I want to be a teacher، I want to be a dentist، I want to be a soldier. يبقى what do you want to do، what do you want to be، I want to be a nurse. Can I be a doctor too، ممكن اكون دكتور ايضا. too هنا معناه ايضا،
Yes, you can. Yes, you can. جزء الفونكس اللي عندي في letter E. طبعا ال E sounds إيه. E sounds إيه. E sounds إيه. Bid, eggs. Bid, eggs. مخرج, exit. مخرج, exit. مخرج, exit. مهندس, engineer. مهندس, engineer. مهندس, engineer. رقم 10 10 وهنا جاي في نص الكلمة 10 كأنها تي مكسورة بس كسرة خفيفة ما بقولش تان ما بقولش تين نو 10 10 10 vet vet طبيب بيطري vet طبيب بيطري vet عندي كمان the sound of letter L L sounds L L sounds L مصباح او لمبه او اباجوره لامب او لمبه لامب لمبه لامب ورقه شجر ليف ورقه شجر ليف ورقه شجر ليف ليمونه ليمون ليمونه ليمون ليمونه ليمون خروف صغير لام خروف صغير لام خروف صغير لام ليه ما قلتش لامب علشان البي هنا عندها ايه جاي قبلها ام والام لما يجي وراها بيه بتسكتها خالص ما تخليهاش تتكلم خالص بتقف كده شكل بس لكن خلاص يعني بتبقى خايفه منها مش بترضى تطلع صوتها خالص البي ده ما بيرضاش يطلع صوته فبتبقى لام اسمها لام خروف صغير لام رجل لج رجل لج رجل لج هنا كومبليت My name is لازم اتعود اكتب اسمي I am 6 years old يعني انا عندي كام سنة طبعا احنا عندنا دلوقتي 7 years old I live in نقول البلد اللي انا ساكن فيها I want to be a جيب a او n ليه لان في بعض المهن اللي بدأ بحروف شائية او vowels زي ال a e i o u اخدناها الترم الاولاني in the first term دي بتاخد قبلها ان لكن المهن اللي بادئه بحرف ساكن consonant هادي نحط قبلها a الجزء الثاني من اليونت برضو محتاج ان احنا نبقى نعيده مره واثنين وثلاثه لان هو برضو لسه جديد على الولاد وجديد شويه ولكن مع التكرار بنلاقي الولاد حبته وعرفته طبعا اليونت دي مش اديها لابني كلها في يوم واحد انا بس بجمعها على بعضها علشان ما تتوهش منكم لكن انتوا حاولوا تقسموا الفوكابولري للطالب على مراحل تمام عندي هنا كلمه قطن 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 fabric القماش fabric 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 t-shirt 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 قمح wheat قمح wheat قمح wheat دقيق flour دقيق flour دقيق flour خبز bread خبز bread خبز bread طبعا الدرس ده هشرحه بالتفصيل طبعا انا عايزة اعرف كلمة how things are made يعني كيف تصنع الاشياء اصنع الاشياء ازاي بس قبل ما اتطرق اليها اعرفكوا بس ان انا عاملة لكم ده في زي شيتات دي كلها الجوبس الوظائف والاسئلة بتاعتها وبرضو هنا الـ sounds of letters الـ E and L والvocabulary بتاعتهم اهي بالترجمة ده الشيتات ممكن ننقلها وتبقى ملخصة عندنا وهنزلها لكم برضو على البيج بتاعت الفيسبوك وهنا برضو هنا المقارنة ما بين كلمة made of و made from كلمة made of و made from هما الاتنين معناهم مصنوع من يعني مثلا قلم مصنوع من الخشب يبقى made of او made from الكرسي مصنوع من الخشب برضو يبقى made of او made from طيب اعرف افرق برضو ما بينهم ازاي هل انا اجيب الاتنين في نفس السنتنز الجملة لا made of دي مصنوع من مادة لم يتغير شكلها بمعنى ان الترابيزة مصنوعة من الخشب وفعلا الخشب لسه ظاهر فيها القلم الرصاص مصنوع من الخشب ولسه الخشب ظاهر فيه لكن made from مصنوع من مادة لم يتغير شكلها لم سوري مادة اتغير شكلها خلاص بمعنى
ان انا مثلا عندي الزجاج مصنوع من الرمال، هل الرمل باين في الزجاج؟ لا مش باين خالص، يبقى دي حاجة اتغير شكلها وتحولت خالص. البلاستيك ده مصنوع اساسا من زيت البترول، هل هو باين زيت البترول فيها؟ يبقى المادة متغيرة جدا، اتغير شكلها. رغيف العيش اللي احنا بناكله مصنوع من الدقيق، الدقيق مش باين في رغيف العيش، يبقى فعلا ايه؟ دي ميد فروم، لان المادة اتغير شكلها. يبقى الفرق ما بين ميد اوف وميد فروم ان ميد اوف مصنوع من مادة لم يتغير شكلها، ولكن ميد فروم مصنوع من مادة اتغير شكلها. تمام. طيب انا عندي النهاردة كلمة تيشيرت مهمة قوي، فابريك القماش وكوتن اللي هو القطن. تيشيرت is made of fabric. ليه هنا قلت made of؟ لان القماش ظاهر في التيشيرت. تيشيرت is made of fabric. تيشيرت is made of fabric. تيشيرت is made of fabric. Fabric is made from cotton. انا ليه هنا قلت بقى made from؟ علشان القطن مش باين في القماش، القماش قدامي مش بيبان فيه خالص، القطن الزرعة اللي احنا كنا حاصدينها وصنعينها دي، يبقى عشان كده قلت made from، لان المادة تغير شكلها. Fabric is made from cotton. Fabric is made from cotton. Fabric is made from cotton. نكرر الجمل دي كتير عشان تثبت في دماغ الطالب. طب bread اللي هو الخبز، bread يعني خبز، دقيق flour، دقيق flour، دقيق flour، قمح wheat، قمح wheat، قمح wheat. Bread is made from flour. Bread is made from flour. يعني الخبز مصنوع من الدقيق. Bread is made from flour. Bread is made from flour. ليه هنا قلت made from؟ علشان البريد مش باين في الدقيق زي ما قلنا دلوقتي. Flour is made from wheat. Flour is made from wheat. يعني الدقيق مصنوع من القمح. طيب السؤال بتاعها ايه؟ What is bread made from؟ What is t-shirt made of؟ كده اعملها كده. It's made from flour. It's made from flour. يعني مصنوع من الدقيق. تمام؟ طبعا كتير هيسأل هو دي كلها الكلمات دي هيحفظها الطالب وهل هيسمعها تحريري وكتابة وشفوي؟ بصوا اهم حاجة ان انا ماشية في طريق تأسيس sounds of letters اللي هي اصوات الحروف. اصوات الحروف دي هتخلي ابني يعرف يقرأ ويكتب. تمام؟ يبقى انا اما اخد الحرف وصوته، وكلمات عليه ويحفظها، واحدة واحدة هيعرف ينطق اساسا ويقرأ. اول ما يبدأ يقرأ انا خلاص احفظ ده لابني، كل ده شفوي، الوظائف والجزء بتاع المصنوعات وميد اوف وميد فروم، وممكن اكتب له يكتب تحت بعضه وكل حاجة، ولكن هو هيجي عليه وقت ويعرف يتهجى الحاجات دي. لو تعرض لسؤال قبله في مثلا في كتاب البيت باي بيت او اي كتاب خارجي هيعرف يتهجى وهيعرف يكتب. تمام؟ فما تقطروش عليهم، قسموا الدنيا كده وقسموا الدروس. واهم حاجة يحفظ الليترز والساونز اوف ليترز والكلمات اللي جاية على الليترز دي. ويا رب تكون استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.